ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ انا جيت، طالما انا جيت بالكلبوش ده يبقى جاي في حاجه مهمه. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. حوار النهارده في الفيديو عشان نعرف مين الست دي. مين دي؟ انتي مين يا حاجه؟ انت دي ست حكايتها بسيطه وسريعه بس عملت ضجه جامده. مين دي بقى؟ دي دكتور مريم منصوري. مين بقى مريم منصوري اللي الناس وجعت دماغنا بيها دي؟ تعرف دلوقتي. اولا هي ست حكايتها بسيطه خالص. اول حاجه هي اتولدت في ايطاليا سنه 1870. اتولدت ماريا في ايطاليا 1870. حلو. وبعدين كانت بتحب الهندسه، فكانت عايزه درست سنتين في الهندسة، فمع نفسها كده اكتشفت ان هي محتاجة تفهم عن علم اسمه علم النباتات، فحابة تدخل كلية الطب. فكان ايامها مستهترين بينا جامد احنا كبنات، اللي هو ما ينفعش بنت تدخل كلية الطب والكلام. فهي والدها كان عارض، مامتها موافقة، والدها طبعا كان راجل في الجيش ومنضبط وكده، فطبعا الموضوع صعب عليه. مامتها كانت ست متعلمة، درست في التعليم لان كان ليها اخ يعتبر زي مرشد ايطالي، فساعدها في التعليم. فطبعا هي كانت مشجعاها عشان ده تعليم وكده، فهي قدمت في كلية الطب واتقبلت. اتقبلت ازاي بقى؟ هي اسمها ماري، يعني هم فهموا اسمها غلط، قرأوا الاسم ماري على انه ولد فقبلوه. ده عالم صايع يابا. حظها الحلو اتقبلت، كانت هي البنت الوحيدة في كلية كلها شباب، اتعلمت ودرست طب الأطفال. وبعد ما اتخرجت وعانت المعاناة بقى اللي هو بتاع الذكورية والكلام ده، حابة تشتغل في مستشفيات وتتمرن وتنزل وتشوف الناس. فاشتغلت في مستشفى كان فيها جزء للأطفال المعاقين، كانت بترعى الأطفال المعاقين بمعنى أصح. فعشان هي كانت بترعاهم فشافت إن هما بيتعاملوا معاملة وحشة جدا، يعني الأطفال مفيش، كل الشبابيك متقفلة، كل البيبان متقفلة عليهم، اللي الممرضين بيعاملوهم معاملة وحشة جدا، عمالين يحاولوا يدولهم الأكل لدرجة إن الأطفال بقوا يمسكوا الأكل يرموه على الأرض وينزلوا يلعبوا في فتافيت الأكل. فبعدين كانت معاملة قاسية بقى ويجنزروهم وبتاع. فهي شافت، كل الناس كانت شايفة إن الأطفال دول يعتبروا قلة الأدب يعني، ومعاقين بقى ومحدش عارف يتصرف معاهم. هي بصت الموضوع بوجهة نظر مختلف خالص، ان الاطفال دي محتاجة تلعب، محتاجة تمسك حاجات قدامها طفل. فبقى من هنا بقى بدأت تفكر عملت ايه. عملت حروف الصنفرة. حروف الصنفرة دي هتشوفوها الفترة الجاية. حروف الصنفرة دي عبارة عن حروف، تعمل حرف زي لوح خشب كده وتعمله بارز بحيث انه يتعمل عليه. وجبت عبارة عن كيس كده كبير مليان حروف وارقام، وده لقيته قدام الاطفال. الاطفال قعدوا يلعبوا كذا ويمسكوا دي ويعملوا دي وهي بقت مبهورة بيهم. وجي امتحان الاطفال دول وامتحنوا ونجحوا. طبعا النجاح بتاعهم كان قلب الدنيا، ان هم ازاي ده ما بيعرفوش حاجه، ده كذا، كان مكسر الدنيا. بعدها الدوله بتاعتها بدات تديها مدرسه عشان تراقب فيها الاطفال براحتها وبتاع، وتشوف بقى ايه اللي هي المفروض تتعاملوا مع الاطفال دول. فنجحت. فايه هو بقى النظام اللي هي مشيت عليه؟ نظام منتسوري كان بيتمثل في حاجات، اللي هو كلمه واحده. الكلمة دي عبارة عن جملة، وهي التعلم الذاتي. يعني ايه تعلم ذاتي؟ هي شايفة ان الطفل لازم هو اللي يتعلم بنفسه، يعني لازم هو. بتقولك انا بعلم الاطفال كيف يتعلمون، دي جملة شهيرة معروفة عنها جدا. فهي بتشوف ان الطفل ده كائن زيه زينا، مش عبارة عن عيل صغير لسه مخه ضيق، بالعكس بتقولك هو زيه زينا وعنده تفكير. هي لعبت على الحواس، حواس الطفل، يعني انه يلمس، انه يشم، انه يتذوق، كل ده هي لعبت عليه. وشافت ان الحواس دي تقدر تطلع لك بني ادم كامل، مش كامل ان هو ما فيش فيه سيئات، كامل ان هو يكون ذكي، قادر يفهم، قادر يتعامل مع الناس، قادر ينمي التفكير اللي عنده. فنظامها اشتغل على نبعد بقى عن الحفظ والتلقين. الحفظ والتلقين اللي هو قول وراي، 1 2 3 32 كده. ده انجليزي دي يا مرسي. هي بتشتغل على ازاي انا اسيب الطفل يكتشف نفسه بنفسه، تعلم ذاتي.
بدأت تصنع شوية أدوات للطفل وبدأت تشوفهم ونجحت نجاح كبير مع الأطفال المعاقين. فسألت نفسها سؤال، إن في عز الناس دي كلها ما هي مشغولة بنجاحها، سألت نفسها متقالة طب النجاح عظام ده نجح النجاح ده مع أطفال معاقين، فما بالك لو اتعامل مع أطفال عاديين هيبقى نظامه إيه؟ هيحقق نجاح عامل إزاي؟ ومن هنا بقى نظام الرسوية يتطبق، اللي هو عبارة عن منهج كامل ماشي مع الطفل، اللي هو أنا أتعامل مع الطفل ده على إنه إنسان زيه زيي، أصنع له بيئة تكون مناسبة لطوله وإنه يقدر يمسكها وإنه تكون خفيفة وإنه تكون كذا، وأدي له أدوات تنمي فكره، وإن دور معلمة منصوري إنها تلاحظ، إن هي تلاحظ بس، تلاحظ وتتدخل في الأمور اللي هي خلاص يعني لازم تتدخل فيها، مش تتدخل فيها إن هو الطفل يكون في خطر، تتدخل فيها إن الطفل يكون محتاج فعلا مساعدة، لما غير كده سيب الطفل يستكشف بنفسه، سيب الطفل يتعلم. عملت حاجات كتير جدا اللي هو عشان تنمي أولا ذكاء الطفل، العقل اللي عنده، العقل المستوعب اللي عنده، لعبت على الفترات الحساسة اللي بقى فيها الطفل اللي عايز يكتشف كل حاجة، استغلت الفترة دي استغلال رهيب، عملت من اللعب وسيلة إن الطفل يتعلم منها. اللعب يعني ابني لما بيكون بيلعب يبقى بيتعلم، أيوه بيتعلم، وأيوه بيذاكر، لعبه هو مذاكرته، مش ان انا اقعده على الكتاب وصمه وقول كذا واحفظ كذا، كل ده مش معاه منتصوري نهائي، مش معاه منتصوري اصلا ان اعمل له منهج، هي معاه ان انا بمشي على حسب عقله. يعني الفصل الدراسي عند منصوري هي اللي بتخليه يختار هو عايز يعمل ايه النهارده، هو عايز يشتغل في انهي ركن النهارده. اشتغلت على الاركان، اشتغلت على الفترات الحساسه اللي عنده، اللي هو في فتره بيكون الطفل فيها عايز يمسك كل حاجه، يلمس كل حاجه، يقرب من كل حاجه، هي لعبت على الفترة دي بتكنيك رهيب. فالفيديوهات الجاية هوريكم أدوات منصوري، هتعرفوا أكتر عن الفترات الحساسة، هتعرفوا إزاي ابني أخليه يكتشف بنفسه، مش إن أنا أقعده على كتاب وأقوله ذاكر كذا يا بابا واحفظ كذا يا حبيبي، وأنا ما حفظتش كذا هضربك، مفيش الكلام ده كله، كل ده ما عادش هيبقى موجود مع منصوري. منصوري عملت نظام الطفل اسمه اصلا، يعني حتى الحضانه الاكاديميه اللي كانت عملتها او الحضانه اللي كانت عملتها اسمها بيت الطفل، الادوات كلها على مقاسه، كل حاجه يقدر يمسكها، كل حاجه يقدر معاه يتعامل معاه، لانه شاب كبير واعي ومدرك. وفعلا النظام بتاعها نجح جدا، النظام بتاعها نجح نجاح كبير جدا، وتطبق في دول كتير، و في دول كتير اتبعت النظام بتاعها بطريقة أساسية كتعليم، وفي بعض المشاهير هعرض لكم صورهم حالا اتعلموا بنظام منصوري وبقوا دلوقتي مراكز كبيرة في الدولة بطريقة مشهورة جدا. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، والفيديوهات الجاية هتفهموا مني أكتر وهتعرفوا كل حتة، كل فسفوسة قد كده في منتسوري، معلش يا جماعة، كل فسفوسة قد كده في منتسوري هتعرفوا. سلام.